ما عرفت عم يطلع فيا عم يضحك علي. Is it good? Nice. هاي فراولاتي، اليوم رح نجرب تاتو الشفايف، بس هالمرة بديزاينات مختلفة. وصلتني مجموعة من الديزاينات ورح اجربهم، هاي من ماركة وهاي من ماركة، ورح نشوف اذا رح نمدحها او نشرشها. قبل ما نبلش بوز واضغطوا على زر الاشتراك اللي موجود تحت، وكمان اضغطوا على الجرس الصغير عشان يوصلكم اشعارات كل ما انزل فيديو جديد. وخلينا نبلش. هذا هو الديزاين من جوا، اعتقد انه في اثنين، شوفوا بيجي كده، بس هون ورا في تعليمات كيف ممكن اقص الشفايف عشان اطلعها نفس حجم شفايفي. او ماي جاد، الشفايف كتير كبيرة. هلا رح اقصقصها قص وراح نشوف. طلع هالجزء ابو شنب، يا ابو شنب. والان سيداتي سادتي رح ابلش القص. عندي مشكلة بالطول، طول الشفايف. ياي، واخيرا رح اسوي نفس الشيء للجزء اللي تحت ورح ارجع لكم. خلصت القص يا جماعة واخيرا، للامانة صعب كتير انه الواحد يطلع حجم شفايفه. اوكي، هلا رح احط هذا الجزء. اول شيء رح احطه بس على شفايفي زي كده، لساته كبير على شفايفي، يعني اتوقع انه ما رح يزبط. هلا رح اخذ قطنة رح ابللها بشوية ماية، وبعدين اطبطب على التاتو عشان يلتزق بشفايفي. هلا رح اشيله. ايش ده يا ربي، 1 2 3. اوكي، رح احط عليه ماية اكتر عشان يلتزق بشفايفي، مو راضي يلتزق، شفتوا؟ ها، يمكن انا حطيته بالطريقة الغلط، ما ادري، اعتقد انه لازم احطه من الجهة الاخرى. اكيد هالتاتو راح يطلع خايس ولا شيء، ما ادري صراحة ايش المشكلة، بس مو راضي يلتزق بشفايفي نهائيا. اوكي يا جماعة، اكتشفت انه انا مو حطيته بالطريقة الصحيحة، ففي هون بلاستيك او ما ادري ايش، المهم راح اشيله وراح نجرب مرة ثانية، راح نعطيه فرصة ثانية وراح نشوف. 1 2 3. ترى ترى، اوه ماي جاد. المشكله الوحيده انه هون بالجوانب مو كتير ضابط صراحه، بس شكله ولونه او ماي جاد يجنن. هلا راح احط الشفه اللي فوق، بس طبعا راح اشيل هذا الشيء البلاستيكي العجيب. اكيد راح تضحكوا عليه بعد شوي لانه ما قدرت اسوي حجم شفايفي. مستعدين تشوفوا الكارثه الجايه؟ ترى. كنت مو قادرة اضحك. شوفوا هذا كبير على شفايفي كتير، رح نعدله يعني مو مشكلة. اذا سويت هيك كده ما يلتزق صراحة، حاسة انه مو قادرة اضحك بشكل طبيعي. هون شكله حلو بس من الجوانب مو حلو. بين الاشياء كمان اللي ما حبيت انه صعب كتير انه الواحد يقيسه على حجم شفايفه، ف راح نشرشحه، بس اكيد طبعا رح نجرب المنتج الثاني ورح تشوف. واخيرا شلت التاتو وهلا رح اجرب هاد. اوكي، هلا رح اشيله. اوكي، والله صراحه ما اعرف شنو راح اقول. او ماي جاد، طبعا هون بالجوانب ما تلصق ابدا، فما بعرف اذا اقدر اضبطه ولا لا بالليبستيك هون شوي من تحت. وقبل هالشي لازم احط الجزء اللي فوق ورح نشوف. ما عرفت عم يطلع فيا عم يضحك علي. Is it good? Nice? No, not really. You missed not it. Not really. You miss your lip. ترى هذا اللي فوق مو بطال، يعني مو واو، وهذا اللي تحت شوي مخربط، فحبيت اصلحه وراح احط عليه تاتو تاني. الليب تاتو مو كتير ضابط معي، فراح احاول اضبطه بالليب لاينر وراح نشوف ايش اللي راح يطلع معانا. صراحة حاولت اضبط هالكارثة شوي بس ما بعرف، المهم هذا الشيء هو اللي طلع معي. فهالمنتجات صراحة ولا واحد فيهم عجبني. اول شيء كتير صعب انه الواحد يحطهم على الشفايف وبياخذوا وقت كتير، فكلهم راح نشرشحهم. الديزاين الوحيد اللي ما صورتش قدام الكاميرا زبط معي، والله زبط معي هذا. طبعا لازم اشيل من الجوانب لانه كبير شوي على شفايفي، بس قررت كمان اجرب معاكم هذا الجزء وراح نشوف ايش اللي راح يطلع معانا. اعتقد انه طريقتي كانت صحيحه بالاول، بس بعدين اكتشفت انه لازم احط الماي بالوسط زي كده
عشان أرطي الورق. بعدين أرجع أطلع الجهة الثانية. شوفوا وأخيرا ضبط معي. أكيد لازم أضبط هون الجوانب. قولوا لي إيش رأيكم بهذا الديزاين، أنا صراحة كتير كتير حبيت صراحة مبطل، بس المشكلة إنه مو قادرة أتكلم على راحتي، مو قادرة أضحك على راحتي، فحاسة كأني حاطة شيء على شفايفي كتير كتير صلب ومنه مريح أبدا على الشفايف. بس المهم هذا الديزاين طلع أحلى من كل الديزاينات اللي جربتها. يمكن أنا كمان طريقتي ما كانت صحيحة أبدا في استخدام الديزاينات، لأنه جربتها لأول مرة قدامكم. بنهاية المطاف أقول رح نشرشحه وما رح نمدحه. اكتبوا لي رأيكم بخانة التعليقات تحت، ما تنسوا اللايك للفيديو وتشاركوه مع أصدقائكم، وأشوفكم في الفيديو الجاي. باي.